أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: من استحم أو انغمس في بحر ناويا التنظف أو التبرد مع الوضوء بحيث يسقط الترتيب، فهل يكفي هذا لرفع الحدث الأصغر أم لا بد من الوضوء منفصلا مرتبا؟ هذا لا يكفي، لأن التبرد والاستحمام والتنظف ليس غسلا مشروعا، وإنما هو غسل مباح، غسل مباح، والوضوء لا يدخل إلا في الغسل المشروع المستحب أو الواجب. الوضوء لا يدخل إلا في غسل مشروع، أما الغسل المباح للتنظف أو للتبرد هذا لا يدخل فيه الوضوء، لا بد من الوضوء على حدة. نعم.